السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا بنجيلنا اختبارات على الواتس والتليجرام، اختبارات في الآيات القرآن، الآية تكون مكتوبة وفي كلمة متشالة منها وجاي لنا اختيارات كلمات، نختار كلمة مثلا، يعني مثلا أفلا يتفكرون أفلا يتذكرون كده يعني. هل الاختبارات دي فيها وجه حرمة أو شيء؟ لأن بعض الناس قالوا إن احنا نشيل كلمة من وسط الآية دفع حرمة. هذا للاختبار يا أختي، ما هؤلاء أهل الجهل الذين يقولون هذا، هما هي يعني أتت للاختبار مش أتت للتحريف الكلام عياذا بالله. أيوة. لا لا، ما فيها مشكلة أبدا. جزاكم الله خير. وياكم. الاختبار الأمر فيه سعة.